السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور عمر من برنامج الصيدلي، وحلقتنا النهاردة بتقدم حل سريع لمشكلة زيادة الكالسيوم أو خطر زيادة الكالسيوم داخل الخلايا. يلا بينا. وجود الكالسيوم بكميات كبيرة داخل الجسم ممكن يسبب أذى شديد جدا للجسم، وخصوصا لو كان الكالسيوم ده متراكم داخل الخلايا. عشان كده انا مش بنصح ان احنا ناخد من المكملات الغذائيه اللي فيها كالسيوم لوحدها، لازم يكون معاها حاجه، وخصوصا كربونات الكالسيوم او الكالسيوم كربونات لمنع تراكم الكالسيوم داخل الخلايا. ايه الحاجات اللي يفضل تناولها مع الكالسيوم لمنع تراكمه داخل الخلايا؟ اولا الفيتامين دي 3. لو كنت بتتعرض للشمس لفترات كافيه فغالبا انت مش بحاجه لفيتامين دي 3. اما في الشتاء فغالبية الناس مش بتتعرض للشمس في فترات كافية، وده بيؤدي الى نقص في فيتامين دي 3 عند غالبية الناس، اللي بدوره بيؤدي الى تراكم الكالسيوم داخل الخلايا، وده بيظهر على شكل تكسير في العظام، بيظهر على شكل وجع في الجسم، وجع في العظام. ليه ده؟ لان فيتامين دي 3 بيعمل على نقل الكالسيوم للعظام او للعظم. ثانيا الاوميجا 3. الأوميجا 3 اللي ممكن نلاقيها في زيت السمك أو زيت كبد الحوت. ثالثا لازم نضيف المغنيسيوم لنظامنا الغذائي. المغنيسيوم ممكن نلاقيه على شكل مكملات غذائية أو ممكن نلاقيه في الخضروات الورقية. وأخيرا الفيتامين كيتو، الفيتامين المهم جدا اللي بيدوب في الدهون واللي بيعمل على تواجد الكالسيوم في الأماكن اللي ينبغي يكون فيها أو المفروض يكون فيها، ومنع تراكمه داخل الخلايا. فيتامين كيتو ممكن نلاقيه على شكل مكملات غذائية او ممكن نلاقيه في الافوكادو، ممكن نلاقيه في صفار البيض، ممكن نلاقيه في السلمون، وممكن نلاقيه في البروكلي. ايه الاشياء اللي يجب الابتعاد عنها لمنع تراكم الكالسيوم داخل الخلايا؟ اول حاجة يفضل الابتعاد عنها هو تناول الجلوكوز بشكل زائد او تناول الجلوكوز بشكل مبالغ فيه، لان ده بيؤدي الى حبس الكالسيوم داخل الخلايا، وده من اشهر الاسباب اللي بتؤدي الى ارتفاع ضغط الدم. تاني حاجة الحقول المغناطيسية تعتبر من اهم اسباب حبس الكالسيوم داخل الخلايا، والحقول دي بتخرج من موبايلاتنا، لذا يفضل استخدام السبيكر عند استعمال الموبايل بدل وضعه جنب منطقة الرأس. لا، نستخدم السبيكر احسن ونبعد الموبايل عن منطقة الدماغ. وكمان اشعة البلوتوث اللي بتخرج من الموبايل قادرة على التأثير على ادمغتنا بالسلب وتحفيز انواع معينة من السرطانات. لو عجبكم المحتوى اللي بقدمه اتمنى تتابعوني على الاكونت بتاعي على الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب والتيك توك. كل تمنياتي لكم الصحة والعافية. السلام عليكم.